يعد جسر الملك فهد شريان رئيسا يربط بين البحرين والسعودية، كما يمثل علامة مضيئة للعلاقات بين البلدين وصورة للوحدة والتلاحم، ويعتبر مقدم خادم الحرمين الشريفين من خلال الجسر في زيارته الأخوية لجلالة الملك المفدى حفظه الله، تأكيدا على عمق العلاقات البحرينية السعودية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ. ففي هذه اللحظات يقف التاريخ شاهدا يحيي هذا الإنجاز الشامخ الذي يسعدنا أن نطلق عليه اسم جسر الملك فهد. ضرب من العشق لا درب من الحجر، هكذا وصف الشاعر السعودي البحريني الراحل غازي القصيبي جسر الملك فهد عند وضع حجر أساسه. شريان بين قلبين قبل أن يكون جسرا بين ضفتين، هو جسر الملك فهد، العلامة المضيئة في تاريخ العلاقات بين المنامة والرياض. هي لحظة مفصلية في تاريخ العلاقات البحرينية السعودية، هي لحظة الافتتاح الرسمي لهذا الجسر في 26 من نوفمبر عام 1986، ليتحول الحلم إلى واقع جسد أروع صورة للتلاحم والتعاضد والوحدة بين البلدين. إن هذا الجسر هو من معجزات القرن العشرين، فسبقني كذلك بعض الأخوان وقالوا أن ربما أنه ما كان أحد أو مجموعة كانت لا تصدق أنه ممكن ينشأ مثل هذا الجسر، بل كانت فكرة ومن الصعوبة بما كان تنفيذها. بعد افتتاح جسر الملك فهد، شكل الجسر قناة رئيسة لتواصل البحرين بدول الخليج، وأسهم في انتعاش الاقتصاد الخليجي من خلال الأعداد المتزايدة لعدد المسافرين وحركة البضائع المستمرة بالزيادة وحجم النمو الاقتصادي الذي سجلته قطاعات عديدة. كان الجسر محورها الأساس والرئيس، ولا يشكل رابطا اقتصاديا فقط بل اجتماعيا بين الأسر السعودية والبحرينية والخليجية. إن مقدم خادم الحرمين الشريفين من خلال جسر الملك فهد في زيارته الأخوية لعاهل البلاد المفدى لهو تأكيد على جملة المبادئ التي انطلق منها مشروع تشييد هذا الجسر الحيوي والهام، وترسيخا للتكامل المتحقق بين البلدين على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.